السلام عليكم. يجي حاليا عملية تجديد البساط، انت عارف بالطبيعي اللي ملعب مسعود زقار بالعلمة، وللعلم انه الملعب هذا يعد اول ملعب يتم تغطيته بالكامل في الجزائر، قبل ملعب وهران وقبل ملعب براقي والملاعب هذه الجديدة. اذا الان فيه عملية تاع اعادة تأهيل الملعب هذا والملحقات نتاعو بعد ما قعد عامين مهمل. نخليكم تتابعوا الفيديو نتاع زيارة والي ولاية سطيف للمشروع هذا نتاع التهيئة والاعتناء، ولابد من فتح هذه الملاعب للفئات الشبانية واستغلاله أحسن استغلال، وكذلك صيانته لفائدة الحركة الرياضية الشبابية خاصة فئة صغرى فئة يعني. ونخليكم تتابعوا الفيديو إذن، والسلام عليكم. ملعب من هذا من هذا الحجم من هذا الجمال بقات نقطة سوداء، هذا الأرضية نقطة سوداء، سبون نوار نقطة سوداء، وإجر الانتهاء من الإجراءات في أقرب وقت ممكن. لازم الورشة تنطلق في أقرب وقت ممكن. لا يقبل أننا، أنا سمعت من قبل ما نجي سمعت قيل الكثير قيل لي حول الملعب سعود زغار بالعلمة، وفعلا أولا الملعب بصفتي يعني إجمالا يعني فيه كل المواصفات، لكن للأسف الشديد لا يقبل أننا نقبله ملعب كما هذا في مدينة كما هذه، أرضية لا تستغل وأرضية في هذه الوضعية هذه. أنا شوف أنا نعطي التعليمات، أنا خاطر قبل ما نجي هنا طلعت على الملف شخصيا، والأمر موش مستحيل وموش صعب بالتنسيق مع قطاع الشباب والرياضة. الإعلان عن المناقصة في أقرب وقت ممكن لاختيار المؤسسة الإنجاز باش نخرجوا من هذا الملف تاع الأرضية تاع ملعب العلمة زكار. ما بقاش، لا يقبل سيد رئيس المجلس الشعبي البلدي سيد مدير الشباب والرياضة، لا يقبل أننا بلدية مدينة من حجم العلمة يكون عندنا ملعب كيما هذا غالق ما نستعملوش بسبب الباقي كلش مليح. كلش مليح الباقي. دوك نروحو نشوفو مليح، دوك نروحو نزورو الامر برك. مدير الشباب والري، تفضل سيد والي. استدير هذا لو تيران وهذا الوضعيه راهي من وقتاش الوضعيه تاع الارضيه